اهلا بيك يا عبد الله في مصر. انت بالك قد ايه ما جيتش مصر ولا اول مره تيجي؟ لا انا جيت كذا مره بس ما جيتش من 3 سنين. يعني 3 سنين ماشي على طول كل سنه بزيد في الاجازه بس ما فيش وقت كتير. مش وقت كتير. انت اصلا من المنيا؟ من سمالوط. من سمالوط. يا جماعه انا عايز اقول ان عبد الله يعني كان دايما والده كل سنه او يمكن كل سنتين بينزلوا هو واخوه بيفضلوا قاعدين في المنيا يمكن لشهر او شهرين، فطبعا حتكونوا ملاحظين انه بيعرف يتكلم عربي. طيب انت 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 عبد الله شايف انه منتخب مصر ممكن يفوز بكاس افريقيا؟ ممكن ان شاء الله. انت النهارده جيت واتفرجت على الفريق، مين لفت نظرك في الفريق النهارده؟ في واحد في لعيب في لعيب شويه في واحد رقم 8 كده رقم 8 ما معرفش اسمه لسه بس بس كان بيلعب كويس. يعني بيلعب كويس. كويس. انت عارف انه انت في معاك 3 لعيبه محترفين برضو جايين صح؟ صح. تعرفهم؟ انا قعدت شويه مع امير. امير قابلته النهارده. النهارده كنت معاه يعني واحد يعني كويس. هو بيلعب في بي اس في وانت في اس جي. مش زي بعض. فرق حرف بس ده في فرنسا وده في هولندا. تعرف في كمان فارس عفيفي ان شاء الله هيوصل النهارده وفي رامي غندور احنا شايفينه بيلعب النهارده في الملعب. رايك ايه في رامي طيب؟ لاعب كويس ممكن يلعب في ورا ممكن يلعب ممكن يلعب باك شمال او ممكن يلعب وينج شمال ممكن يلعب قدام. يعني كويس يعني كله كويس بالظبط. طيب انت ايه اللي خلاك انت او يعني ازاي حسمت قرارك انت تلعب لمنتخب مصر رغم ان انت احنا طبعا في انت لعبت مع منتخب فرنسا في كاس العالم وجبت جون بصراحه عالمي عالمي يعني حلو قوي ده العفو ده فعلا كان جون جميل قوي في اليابان. ايه اللي خلاك انت قررت ان انت تلعب لمنتخب مصر وتسيب منتخب فرنسا؟ يعني انا صح ممكن نلعب لسه ممكن نلعب مع فرنسا بس انا اخترت مصر عشان مصر اول حاجه عندي ابويا مع المشكلة في مصر النهارده يعني حاجة مع الكرة ممكن تخلي الناس مبسوطة وتخليني مبسوطة. أنت عايز ناس تفرح في مصر؟ أنا عايز ناس تفرح وأول حاجة عشان بحب مصر. طبعا طبعا. طيب يا جماعة نشوف والد عبد الله. تعالى أهلا بحضرتك. احنا اتشرفنا بجد ان احنا عرفنا حضرتك وقابلناك ومبسوطين جدا بعبد الله. يعني طبعا كل شيء الحمد لله رب العالمين. طبعا ده حاجه شرف. تعالى يا عمر شرف طبعا بلدي كده يعني كده بلد استقرار وبلد امان يا رب ارجعها زي الاول واحسن ان شاء الله ان شاء الله. تكبير يعني ده حاجه فرحتني يعني ان عبد الله وهو بربته. حضرتك ما كانش ليك تاثير بصراحه؟ لا. خالص انت عارف ان هو اللي اختار ان انا كل حاجات لسه عندنا فرنسا هو اللي قرر. هو جت من هو يعني انا سالته قلت له ايه رايك؟ قال انا نفسي العب في مصر من زمان. فجت الفرصه فيعني الحمد لله رب العالمين. انا عايز اقول لحضرتك ان عبد الله حسن ظن الجميع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا نشكر بالنيابه يعني الاستاذ وسيم برضه انت لا ربنا يخليك ربنا يخليك واجب مجهود كتير. لا ربنا يخليك تليفونات باريس على طول. لا اقل حاجه اقل حاجه. انا نشكر برضه كل الجماعه هنا وكابتن ربيع طبعا ما شاء الله يعني معانا عمر عملت حلقه في التلفزيون الحلقه دي خليت اللعيبه كلها المحترفين يعملوا فيديو صوروه وبعتوه لي في الحلقه. كان الوحيد اللي ما بعتش كان عبد الله. عايز اقول لحضرتك كميه الناس اللي بقت تقول لي عبد الله ما اتكلمش ليه؟ هو اشمعنى عبد الله؟ هو مش جاي. فالنهارده بقول لهم انا الوحيد اللي عملت معلقه النهارده هو عبد الله عشان الناس تبقى مبسوطه. بس هي كانت ظروف بس صعبه شويه بس لا انا خلاص احنا النهارده عوضناهم اهو صوت وصوره في مصر اهو. بس بالمناسبه هنا برضه انا عايز بس الناس تعرف ان في كمان عمر. تعالى عمر ممكن عشان الناس تعرف ان ده لعيب المستقبل اخوه الصغير ان شاء الله. ماشي يا عمر. ممكن بقى بالمناسبه نسلم على اهلي. طبعا اتفضل اقول طبعا سلام لكل الاهل عشان ما ننساش كل الجماعه في سمالوط واهلي طبعا اولهم وعيله الحلويه في سمالوط ومننا بصفه عامه ومصر بصفه عامه كل الناس
ومرحبا. يعني اتمنى ان يكون عبد الله تحت حسن ظن الجميع ان شاء الله. باذن الله. شكرا يا عبد الله. تشرفنا بحضرتك. الله يخليك. شكرا حضرتك. لا بأكيد. شكرا عبد الله.